السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بجميع فيديو جديد. وأول حاجة اسمح لنا على الغيبة هذه اللي كانت خارج على الإرادة ديالنا. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا بعض المواقف ونديو الواقع في الجزائر. صراحة مواقف لي كتصدم وتخليك ما كتصدقش داكشي اللي كيوقع في البلاد اللي فيها الغاز والبترول. ان الحاله توصل ان الانسان ولا الجماعه توصل بانها تسرق حفاضات ديال طفل او شاب مريض معاق جسديا، فهذا هي قمه من الغرابه. انك توصل ما تلقى متى السرق وتسرق حفاضات كما كنقولو حنا كوشات، كوش اللي كيديرو الدراري الصغار اللي كيديروهم الناس العجزة، تسرقهم. هذا كيتسمى ما فهمت، ما عندهاش تفسير. اول حاجه ما عندهاش تفسير ان انسان باش تسرق الكوش الحفاضات، ما عندهاش تفسير. وغادي نشوف ايضا حرس واحد الكميه كبيره ديال البقوليات من العدس وبعض المواد الغذائيه في واحد المستودع. صراحه هذا كيدل على قمه الفقر اللي وصلت له البلاد هذه، قمة القمع اللي وصل له البلد هذا الجار. انك توصل ممنوع عليك دير مواد غذائية في مستودع، وانك تكون عندك كمية كبيرة فانت مهدد بالاعتقال او بالسجن. هذا كيدل على هذه البلاد انها غادية في غادية للهوية. صراحة ما كاين حتى تفسير لهاد الشيء اللي كيوقع في هاد البلاد هادي. الناس في طوابير يومية على الحليب والعدس والسميد والمواد الغذائية كافة، والناس متضرة من جميع الجهات، مواد غذائية من الماء من الغاز. رغم أن الدولة هي أكبر مصدر للغاز والبترول في إفريقيا. كنتمنى ينال هذا الفيديو الإعجاب ديالكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم باللايكات لايكات لايكات لأن كيعاونونا. وما تنساوش شي تعليقات يكونوا زوينين باش نزيدو نطورو. أقدم لصوص على سرقة منزل عائلة شاب مريض طريح الفراش بحي صوامع بمدينة خميس مليانة، والمؤسف أن الحفاضات الخاصة بالشاب المريض لم تسلم من عملية السرقة. دخلوا الدولي ليكوش تاع الهادي مدة عام ما نشريلوش، واحد 60 باطة، والهادي راكم تشوفوا فيهم خاصينو ليكوش، خاصينو هذوك لي كومبريس. من الصباح اليوم راني نجري في السبيطار بلا يمثلوا شوية. شتو شدارو فيا، دخلوا علينا للدار والدولي كامل ليكوش صوالح، داونا صوالح من الدار كامل، رانا خايفين اللي يزيدو يدخلوا لينا وكامل. ان شاء الله تقدروا تعاونوني، راني باغي نوض، راني باغي نرجع كيما الاول. الحادثة خلفت حالة من الغضب. سووا لهم دارهم، باب صابوهم كسر. في شي منطقة وفي دولة أخرى من غير الجزائر، أن توصل السرقة، اللصوص يسرقوا حفاضات، هذه شي حاجة غريبة وعجيبة. نشوفوا هذا الفيديو هذا ديال حجز الكمية الكبيرة ديال كما كيقولوا هما الحس، كمية كبيرة ديال البقوليات ديال العدس من العدس ودوبي وبعض المواد الغذائية. صراحة أنا هذا الشيء كنشوفوه، هذا الشيء اللي كيشدوهم وكيقولوا أنهم مهربين ديال السلع، كتلقاهم عندنا هنا في المغرب غير في محلات صغار، كتلقى عنده هذه الكمية هذه. وإنسان في الجزائر ولا مهدد، يعني انه تكون عنده غير واحد الكميه كيبغى يبيعها ولا شي حاجه كتكون مهدد السجن. كنتمنى الله يلطف بهاد الناس هادو، والله
يفرج عليهم هاد الناس اللي حاكمين فيهم. كنتمنى حتى الشعب الجزائري انه يفهم ويعيق شويه بالشيء اللي عايش فيه. معلومة واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بني معوش، مفادها وجود مستودع بقرية الجابية بلدية بني معوش بداخله كمية من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لا يحوز صاحبه على أي خواطر أو سجل تجاري. على الفور وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد الوصول تبين أن المستودع ملك لشخص يبلغ من العمر 49 سنة ينحدر من ولاية بجاية. تم معاينة بداخل المستودع وجود كمية معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار البقوليات والمتمثلة في قنطارين و50 كيلوغرام من مادة العدس، 9 قناطير و20 كيلوغرام من مادة السكر، قنطار و25 كيلوغرام من مادة الحمص، 25 كيلوغرام من مادة اللوبيا، قنطارين و25 كيلوغرام من سميد غير صالح للاستهلاك البشري، 710 لتر من مادة زيت المائدة، 20 كيلوغرام من مادة القهوة، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري. كما تم معاينة وجود مادة زيت الزيتون معبأة داخل صهاريج بلاستيكية غير صحية تخص مواد كيميائية تقدر سعتها ب 1300 لتر من زيت الزيتون. لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا. ما تنساوناش من الدعم ديالكم، واللي غير اشترك معنا في قناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصل كل ما هو جديد. وما تنساوناش من الدعم ديالكم باللايكات واللايكات ديالكم هما اللي كيعاونونا وكيزيدوا يطلعوا القناه وتوصل لعدد كبير من المشاهدين. ودعمونا باش نزيدوا ونوصلوا 10000 كا، لان حنا باقي الله في بدايتنا. وكنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. وما تنساوناش التعليق ديالكم تكون زوينه واعطونا اراء ديالكم بهذا المحتوى اللي كنديروه وشو المحتوى اللي بغيتو نديروه ونزيدو نطوروا هاد القناة. وشكرا.